الاتحاد التقدمي لنساء المغرب. فمن واجبنا حنا كقياده ديال الاتحاد المغربي للشغل باش نفتحوا الابواب لكل الطاقات ولكل الفعاليات ذوي النيات الحسنه. فمطالبنا في الاتحاد المغربي للشغل معروفه، فناضلنا من أجلها وسنبقى نناضل إن شاء الله، وأنتم وأنتن معنا في خندق النضال. بالطبع تبعتوا كلكم ما قام به الاتحاد المغربي للشغل طيلة الخمس سنوات اللي دازت مع الحكومة السابقة من أجل التصدي لكل القرارات اللي ماشي صالح الطبقة العاملة في كل القطاعات، من أجل الدفاع عن المطالب ديالها، من أجل حماية الحريات النقابية. فكما قلت كانت مواقف الاتحاد المغربي للشغل دائما بجانب الطبقة العاملة، ويمكنني أن أقول لكم بأن في الاتحاد المغربي للشغل استطعنا والحمد لله التصدي والوقوف لكل القرارات الحكومية، وأدينا فاتورة النضال وكبيرة بزاف. الاتحاد المغربي للشغل لن يتغير، غادي يبقاو المواقف ديالنا ثابتة، غادي يبقى الاتحاد المغربي للشغل مصطف بجانب الطبقة العاملة، مصطف بجانب الفئات الشعبية. إخواني، أوصيكم في آخر الكلام ديالي، أوصيكم وأرى أمامي كتكلموا على الوحدة، أوصيكم وأنتم شباب، وما غاديش نستعمل الكلمة ديال الجدود، فأنتم شباب التحقتم بالركب النقابي، أوصيكم بالوحدة النقابية داخل الجامعة ديالكم. الوحدة النقابية داخل الجامعة ديالكم وداخل الاتحاد المغربي للشغل هي الضامن الوحيد للدفاع عن المطالب ديالكم والحفاظ على المكتسبات ديالكم. الوحدة النقابية ديالكم داخل الجامعة ديالكم هي أغنى ما عندكم. فالإخوان القدامى كيعرفوا كم حاول مجموعة ديال الناس اللي كيبغيو وكانوا بغاو يستعملوا، كندوي لكم هادي 15 20 عام كيتربصوا بهذا القطاع باش يقسموه الى شعوب وقبائل، ولكن الاخوان ديالنا في القيادة الجامعة كانوا دائما متصدين وحافظوا على هذا المبدأ المقدس في العمل النقابي وعندنا داخل الاتحاد المغربي للشغل، وهو الوحدة النقابية ديالكم. فإخواني أخواتي، هذه الوحدة النقابية
ما عندها ثمن، وبالتالي كل واحد فيكم في المدينة ديالو، في القطاع ديالو ديال الكهرباء، بل خارج حتى القطاع ديالو، خص يكون حامل لهذا المبدأ ويدافع عليه بأن الوحدة النقابية داخل الاتحاد المغربي للشغل هي اللي قادرة باش تغير الموازين ديال القوى من أجل انتزاع المطالب العادلة والمشروعة ديالنا والحفاظ على المكتسبات ديالكم.